سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناتي الأوفياء. أحبائي، سأقدم لكم اليوم تردد ينزل لنا تقريبا 25 قناة على القمر الصناعي. هذا التردد بعض قنواته مغلقة بسبب عطل فني فقط، والبعض منها لا زالت تشتغل. سنرى ما هو الحل للقنوات المغلقة في هذا الفيديو. إذن أحبائي، قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نأخذ أحبائي من القائمة الرئيسية منيو التركيب، ثم قائمة تيبي، نضغط على زر إضافة التردد لنضيف التردد 10815، معدل ترميز في الأغلب 27500، والاستقطاب أفقي H، أو تجدونه عندكم أفقي في بعض الريسيفرات. إذن أحبائي، هذا التردد تظهر عليه قنوات كثيرة، من بينها قناة سما بغداد، توب زمان، معجزة، الأسرار، أبو العربي، المستثمر الصغير، ليبيا الأحرار، ألوان، دراما، نينا والآن، الصعيدة، نور سات، شباب المحبة، صدى الرحاب، و12 عربية، قنوات أفلام عربية. هذا التردد أحبائي، بعض قنواته كما قلت في بداية هذا الفيديو شاشة سوداء أو لا تشتغل، فقد قوموا بحذف القنوات ثم أعيد تنزيلها من جديد. ستظهر القنوات، كل القنوات التي ذكرتها أحبائي تبث بخاصية SD. سأوافيكم أحبائي بالجديد في الفيديوهات القادمة. الفيديوهات القادمة بإذن الله ستكون عبارة عن ترددات قنوات أفلام أجنبية في الأغلب، قنوات مصارعة، القنوات التي يبحث عنها الجمهور كثيرا. شكرا لكل أحبائي ومتابعي قناتي الأوفياء، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.